الحقوقي الذي قاله وزير الحالي للتعليم، وأرفع له هاتفي وأقول بأنني لا أعير اهتماما لما قاله، فلن نضع الهواتف بإذن الله تعالى إلا بعد أن تحرم على الوزراء وتحرم على كل موظف. ثانيا، أهيب بالمعلمين والمعلمات والمدرسين والمدرسات جميعا، أهيب بهم جميعا وبالنخوة التي معهم وبالظروف القاسية التي يقاسونها، أن يجتمعوا ويتوحدوا ويعلموا أن بالتوحد وبتوحيد الجهود وحدها تنال الحقوق. نحن حملة المشعل، ونحن حملة العلم، ونحن هم الذين يتولون تربية الأجيال اللاحقة. كيف يتوحد النقباء الجزارين، ويتوحد أهل السياقة، ويتوحد الجميع، ويبقى المعلمون متشرذمون منقسمون يخافون قطاع 5000 أو 10000 من راتب زهيد أصلا لا يغني ولا يسمن الجوع. اعلموا جميعا واعلمنا أنتن خاصة وأنتن الأكثرية اليوم، أن بدون التوحد، بدون التوحيد، بدون تكثيف الجهود، بدون توحيدنا جميعا باحتجاجاتنا، لن ننال أي مطلب وسنداس بالأقدام كما يفعل لنا الآن. هذا الراتب اللي تنقلع منه 15 ألف ولا 19 ألف ولا 5000، هذه قاع اليوم الوقفة عادية به اللي قاع ما ساعتين ولا ثلاثة. هو الوقفات جاية متلاحقة، لا هي تجي فيها 5 أيام وستة، فعلا لا هي تعرف فيها قيمة المعلم وقيمة مطالبه وقيمة فهمه ووعيه. وعرفوا المعلم اليوم ما هو منخرط في نقابه، معلم غير واعي، معلم غير مدني، لأن النقابات هي اليافطات المرخصة التي من خلالها يحارب الموظف، ومن خلالها يطالب مطالبه، ومن خلالها يخنق الوزارة ويخنق الدولة من أجل حقوقه. إذن أسأل الله أن تكلل هذه الوقفات بتوحيد الجهود وبالفهم وبالوعي، وأن لا ننال جميع المطالب التي نسعى من أجلها. أؤكد في آخر كلامي أن المدرسة الجمهورية فعلا حلم نسعى إليه جميعا.